السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم كونسبت مهم في عالم الوايرلس كوميونيكيشن، وهو بنتكلم على ريسيفر سنسيتيفيتي. يعني إيه ريسيفر سنسيتيفيتي؟ نقول الريسيفر سنسيتيفيتي هو أقل باور ممكن الجهاز بتاعك يحس بيه. Is the weakest signal power level that the receiver is able to detect and decode the received signal. هي أقل كمية من الباور الجهاز الريسيفر بتاعك يقدر من خلالها يقدر يديتكت ويديكود السيجنال بتاعتك بشكل سليم. يعني ادي الريسيفر بتاعك مثلا اهوت، ادي دايره الار اف بتاعتك، وادي هنا الانتنه بتاعتك. ايه هي اقل كميه من الباور؟ خلينا نقول سي مينيموم. سي مينيموم ده الكاير باور مينيموم. وبقول هنا كاير ليه؟ لان السيجنال هنا اصلا لسه في مرحله الباند باس، يعني السيجنال متحمل على كاير اصلا، يعني لسه ما عملناش اي حاجه خالص. فدي المينيموم كاير باور اللي الجهاز بتاعك ممكن يتعامل معاه. طيب ازاي الريسيفر سنسيتيفيتي بتاثر على اداء الاجهزه في حياتنا العمليه؟ لو انت مثلا رحت الماركت وحبيت تشتري جهازين موبايل، ادي جهاز وادي جهاز تاني قدامك، الجهاز ده هو جهاز A وادي جهاز B، وبتقرا الداتا شيت بتاعته، فقال لك السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز الاولاني ماينس 100 دي بي ام، والسنسيتيفيتي بتاع الجهاز الثاني ماينس 120 دي بي ام في المانيوال قدامك وانت بتشتري واحد منهم. يعني يا ترى تشتري انهي واحد، A ولا B؟ ها، هتشتري انهي واحد؟ طبعا دلوقتي هتشتري الجهاز اللي له سنسيتيفيتي اعلى. سنسيتيفيتي اعلى يعني حساسيته للاشاره اعلى. هنا مين اللي حساسيته للاشاره اعلى؟ اللي هو الماينس 120 دي بي ام. ماينس 120 دي بي ام، كل ما القيمه دي هتقل كل ما تبقى الحساسيه بتاعتك احسن. وعلى فكره ماينس دي بي ام لو انت حولتها بالباور هتلاقيها تقريبا، مش تقريبا بالظبط، 1/10 بيكو وات، يعني 10 باور ماينس 13 وات. شوف الكميه قد ايه، يعني قليله قد ايه للجهاز الموبايل بتاعك بيحس بيها. خد بالك دي ارقام، دي ارقام حقيقيه من الماركت، يعني الكلام ده مش كلام، يعني الارقام دي مش ارقام يعني عشوائيه، دي ارقام حقيقيه للاجهزه الموجوده حاليا. يعني فلك ان تتخيل الجهاز بيحس ب 10 اس ماينس 13 وات، دي اقل حاجه ممكن الجهاز بتاعك يقدر ايه يحس بيها. لو لقيت جهاز تاني مثلا ماينس 120 هتلاقي القيمه دي اقل، فالجهاز بي ده هو الافضل، عشان كده هتلاقيه اعلى معاك في السعر، هتلاقي سعره اغلى. طيب هيأثر معايا في ايه؟ لو الشبكه ضعيفه في بعض الاماكن، لو الشبكه ضعيفه والاشاره بتاعتي صغيره جدا، هتلاقي الجهاز بي شغال معاك، في حين ان الجهاز ايه لا، هتلاقي المكالمه فصلت او مش شغال معاك. دلوقتي في المحاضرة النهاردة إن شاء الله عايزين نعرف إيه هي طبعا إحنا عرفنا الديفينيشن دلوقتي، يعني إيه ريسيفر سنسيتيفيتي. عايزين نعرف إيه هي الفاكتورز اللي بتخش، اللي بتأثر معايا على ريسيفر سنسيتيفيتي. تمام كده؟ طيب إحنا قلنا دلوقتي، قلت لك ريسيفر سنسيتيفيتي هي أقل كمية من الباور اللي الكاير بتاعك شايلها، سي مينيموم. خلاص كده، دي مرحلة الأر إف، يعني ده الار اف. هنعمل دي موديليشن هنا اهوت، وهناخد هنا بعد كده البيس باند سيجنال، البيس باند بتاعتي من غير الكاير يعني. طيب فاحنا ممكن نقول السنسيتيفيتي بتاعتنا، السنسيتيفيتي ديت دي باور، خد بالك هي اقل باور، الويكست باور، الويكست باور بتاعتك هتساوي هي السي مينيموم. ايه هي السي مينيموم؟ اللي هي اقل باور الاشاره بتاعتك جايه بيه. طبعا هنا في كاير، تمام كده. طيب عشان ندخل معانا النويز ونجيب معانا يعني نجيب يعني براكتيكال اكسبريشن، خلينا نقول كده نضرب في النويز باور ونقسم على النويز باور. كده احنا عملنا حاجه، ما عملناش حاجه خالص، ضربنا وقسمنا في ان ديت النويز باور بتاعتي. طيب خلينا نعبر على القيمه دي بالدي بي ام، يبقى الريسيفر سنسيتيفيتي بالدي بي ام، وهحط لك هنا لينك في الديسكريبشن تحت، انا شارح فيه الدي بي ام والوحدات بتاعت قياس الباور، لو سمحت شوفوا لان ده مهم جدا. عباره عن 10 لوج 10 ان في السي مينيموم على ان مقسومه، كل ده مقسوم على 0.001، ده تعريف الايه الدي بي ام. طيب ممكن نفك اللوج ده
إلى 10 log 10 n على 0.001 plus 10 log 10 في C minimum على ال n. ده كده الفاكتور ده هو عبارة عن ايه؟ الفاكتور ده عبارة عن النويز باور بالدي بي ام. النويز باور مقسومة على 1 ملي وات، ده قيمة النويز باور بالدي بي ام بلس القيمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكاير المينيموم كاير تو نويز ريشيو بالدي بي. الكاير تو نويز ريشيو بالايه؟ بالدي بي. دي كده ده اكسبريشن للسنسيتيفيتي بتاعتك بالايه؟ بالدي بي ام. طيب يعني ايه الاكسبريشن ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك طبعا اي جهاز ريسيفر زي ما هو قدامك بيبقى مستقبل نويز، في هنا نويز فلور، ادي نويز، يعني حتى لو ما عندكش اشاره ما عندكش اي حاجه انت مستقبل نويز، قيمه الباور اللي انت مستقبل بيها النويز دهيت ان دي بي ام. تمام، احنا عشان نحس بالاشاره اللي جايه لازم نعلى فوق الليفل ده هو بتاعه النويز. اقل حاجه نعلى بيها هو سي مينيموم على ان دي بي. اقل حاجه اعلى بيها هو المقدار ده هو لازم اعلى فوق النويز باور بتاعتي بالفاكتور ده هو عشان اقدر اعمل ديتكت للايه؟ للسيجنال بتاعتي. طيب احنا كده جبنا اكسبريشن للسنسيتيفيتي بس لسه مش عارفين السنسيتيفيتي دي بتعتمد على ايه، فتعالى نخش جوه كل فاكتور من دول. انا عندي تو فاكتورز دلوقتي، عندي ان بالدي بي ام وعندي سي مينيمم على ان بالدي بي. تعالى نخش جوه كل فاكتور من دول ونشوف الفاكتور ده بيعتمد على ايه. تعالى كده ندخل جوه الاكسبريشن بتاع النويز بالدي بي ام ونشوف هو عباره عن ايه. هو عباره عن 10 لوج 10 في ضرب كي تي بي على 1 ملي وات. الكي ده ثابت بولتزمان، ده ثابت معروف له قيمه محدده، قيمته هو قيمته 1.38 10 تو باور 23 كل جول على الكلفن. طبعا دي حاجات الفيزيكس اللي احنا عارفينها. التي ديت ده التمبريتشر بالكلفن، البي ده الباند ويدث بتاعه. طيب يبقى انا دلوقتي ممكن اقول ان ده عباره عن 10 لوج 10 في كي تي على الرقم ده هوت 1 ملي وات بلس 10 لوج 10 في البي. تمام، الرقم دوت ثابت، ده ثابت عند certain room عند certain temperature، يعني سوري عند certain temperature. لو انت ثبتت temperature بتاعتك هتلاقي الرقم ده ثابت. لو سي مثلا احنا بنشتغل عند room temperature، room temperature هي عباره عن 290 كلفن، فلو حطيت 290 كلفن هنا في الاكسبريشن دوت هيطلع لك رقم ثابت وقيمته ماينس 174 دي بي ام بلس 10 لوج 10 للبي. يبقى دي كده النويز باور بتاعتك بالدي بي ام. واضح كده؟ دي النويز باور. زي ما انت شايف النويز باور، النويز باور بتاعتنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الباندويتس بتاعك، بتعتمد على الريسيفر باندويتس. كل ما تزود الباندويتس بتاعت الريسيفر بتاعتك كل ما هتاخد نويز اكتر. يبقى كل ما هزود الباندويتس بتاعتي بتاعت الريسيفر كل ما هاخد ايه؟ نويز اكتر. ده فاكتور مهم جدا. طيب الفاكتور الثاني، كل ما هزود التمبريتشر بتاعتي في الغرفه او في الانفايرمنت اللي الجهاز شغال فيها، كل ما ازود التمبريتشر بتاعتي كل ما النويز بتاعتي تزيد اكتر. كل ما النويز بتاعتي تزيد اكتر، يعني اديك مثال، لو انت بتعمل مكالمه تليفونيه مثلا في الشارع في كندا مثلا على سبيل المثال، وكانت درجة الحرارة بره في الشارع ماينس 40 سيليزيوس، واتنقلت خدت نفس الجهاز دهوت وعملت مكالمة تليفونية في بلد تانية الدنيا فيها يعني الدنيا حر شوية هناك، يعني خلينا نقول 50 سيليزيوس مثلا في بلد تانية خالص زي الكويت ولا السعودية ولا أي بلد من الخليج أو حاجة زي كده، يعني في وقت معين من السنة النويز هنا هتبقى عاملة ازاي؟ نفس الجهاز هو هو، خد بالك نفس الجهاز هو هو، هتلاقيك انت خدت هنا في عند درجة الحرارة 50 خدت نويز اكتر، فتلاقي المكالمة
طبعا يعني أسوأ شويه من الايه من المكالمه الاولانيه. طبعا في حاله ان احنا ثبتنا كل الظروف البيئيه عشان المالتي باس والفيدنج والكلام ده كله. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام تخيلي يعني، انا بس بديك مثال على الايه على تاثير درجه الحراره على الايه النويز. يبقى النويز بتاعتي هيتاثر، النويز فلور بتاعي هيتاثر بحاجتين اتنين مهمين جدا، الباندويتس بتاع الريسيفر بتاعي ودرجه الايه ودرجه الحراره. طبعا الفاكتور الدوميننت وهو المؤثر بتاعي هو الايه هو الباندويتس. طيب تعالى نتنقل على الفاكتور اللي بعد كده، وقبل ما اللي هو اللي هو السي ام السي مينيموم على الان اللي هو النويز اللي هو الكاير باور المينيموم كاير باور على النويز بالدي بي ام. بس قبل ما نناقشه تعالى نناقش حاجه ثانيه اسمها النويز فاكتور. اسمها النويز ايه؟ النويز فاكتور. طيب ايه موضوع النويز فاكتور ده بقى؟ تعالى كده لو انت عندك اي دايره الكترونيه، اي سيركت، السيركت دي بتعمل اي حاجه، تعمل امبليفيكيشن، دايره امبليفاير عاديه او دايره اتنيويشن او فلتر او اي حاجه وات ايفر السيركت دي بتعمله، السيركت ده هي داخل لها سيجنال ونويز، وبالتالي عندي اس اي على ان اي اللي هي السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت، وطلع هناك وطلع في الاوتبوت بايدك سيجنال وطلع نويز، فطلع بايدك ايه اس او على ان او سيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت. خلاص السؤال دلوقتي ايه علاقه السيجنال تو نويز ريشيو في الانبوت مع السيجنال تو نويز ريشيو في الاوتبوت لاي الكترونيك سيركت، اي سيركت ايا كانت السيركت دي بتعمل ايه؟ تمام كده؟ طيب في قاعده معروفه بتقول لك دايما السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت اقل من السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت، دي حاجه معروفه عند الانبوت سوري. طيب ليه اقل؟ تعال نشوف كده ليه اقل. تعالى نفترض هنضرب مثال دلوقتي ان السيركت دي بتعمل امبليفيكيشن بمقدار ايه، بتكبر السيجنال اللي داخله بمقدار ايه. فلو انت دخلت لها اس اي هيطلع الاس او بتاعك للسيجنال في الاوتبوت هي عباره عن الاي في الاس اي، تمام. ولو مدخل لها كمان نويز ان اي، ولو دخلت نويز بمقدار ان اي هيطلع لك هنا نويز في الاوتبوت هي عباره عن ال A في ال N I، لان بايدك السيركت كبرت النويز زي ما كبرت السيجنال، هي السيركت ما تفهمش ايه اللي داخل لها، وات ايفر اللي داخل لها بتكبره فاكتور A. بس ما تنساش كمان انها هتضيف كمان نويز، هتضيف اديشنال نويز بمقدار دلتا N. ايه الاديشنال نويز دي؟ يعني خد بالك السيركت هنا ضافت نويز على الاوتبوت، النويز دي جايه منين؟ جايه من الالكترونيك كومبوننت، جايه من الثيرمال نويز اللي احنا بنقول عليها. انت عارف طبعا السيركت دي عباره عن يعني اي سيركت في الدنيا عباره عن مقاومات ومكثفات وملفات وعناصر اكتف زي الترانزستور والدايودز والكلام ده كله. فالسيركت دي نفسها بتولد نويز لوحدها بمقدار قد ايه؟ دلتا ان. فانت لو جيت قسمت خدت كده السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت هتلاقي انها عباره عن الايه؟ الاي اس اي مقسومه على الاي في الان اي بلس دلتا ان. لو قسمت الطرفين على اي يبقى هتديك اس اي على ان اي بلس دلتا ان، دلتا ان على اي. الشاهد الشاهد في الكلام هنا ان المقام زاد بمقدار فاكتور ايه؟ دلتا ان على ايه. يبقى اذا الاس اوتبوت على الان اوتبوت دايما هتبقى اقل من الاس انبوت على الان انبوت، خلاص دايما هتبقى اقل. في احسن الظروف لو السيركت دي بيرفكت بيرفكت يعني 100% تمام ما بتولدش نويز لوحدها، يبقى في هذه الحاله هتبقى السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت هي نفسها السيجنال تو نويز ريشيو عند الايه عند الانبوت. طيب هنا هنعرف بقى فاكتور جديد عشان نوصف بيه كفاءة السيركت، كفاءة أي سيركت، أي سيركت أيا كانت. الفاكتور ده هو اسمه النويز فاكتور. إيه النويز فاكتور ده؟ بيقول لك هو عبارة عن بالدي بي النويز فاكتور
بالدي بي هو عبارة عن 10 log 10 في الاس السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت مقسومة على السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوت. لو انت قسمت السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت على السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوت وخدت اللوج ده هيطلع لك حاجة اسمها الايه النويز فاكتور. في احسن الظروف في احسن الظروف النويز فاكتور ده هوت بالدي بي ام في حالة الايديال سيركت هيبقى بكام؟ هيبقى الفوق زي اللي تحت يبقى هيديك واحد لوج واحد بكام؟ بزيرو دي بي ام دي بي اسف زيرو دي بي. طيب كل ما القيمة ده هي تعلى كل ما قيمة النويز فاكتور تبقى أعلى كل ما تبقى السيركت بتاعتك أسوأ كل ما تبقى السيركت بتاعتك إيه أسوأ. يعني لو أنت عندك تو سيركتس مثلا تو أمبليفاير مثلا انت رحت الماركت وحبيت تشتري امبليفاير فلقيت تو امبليفاير هتلاقي مكتوب في الداتا شيت بتاعته واحد بيقول لك النويز فاكتور بتاع ده 5 دي بي وواحد تاني بيقول لك النويز فاكتور بتاع ده 10 دي بي يبقى انهي واحد الاحسن؟ على طول اللي احسن هو ال 5 دي بي لان ال 10 دي بي دي معناتها ايه؟ معناتها ان السيركت دهيت بتجنريت نويز اكتر من السيركت الاولانيه بتجنريت نويز اكتر من الايه من السيركت الاولانيه. طيب ناخد مثال كده عشان نفهم. لو قلت لك انا عندي سيركت اهيت عباره عن النويز فاكتور بتاعتك ب 5 دي بي ومطلعه سيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت ومطلعه ب 20 دي بي ايه هي قيمه السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت بالدي بي؟ لو انت طبقت الاكسبريشن اللي احنا خدناه من شويه تعريف النويز فاكتور هتلاقي ان السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت بالدي بي بتساوي النويز فاكتور بتاعك بالدي بي بلس السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت بالايه بالدي بي. جمع كده هتلاقي ده 5 ده 20 يبقى هيديك 25 يبقى السيجنال تو نويز ريشيو في المثال النيوميريكال اللي احنا بنعرضه هتلاقي ان السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت بتاعك بكام؟ ب 25 دي بي. طيب هو احنا بنشرح النويز فاكتور ليه دلوقتي؟ ايه علاقه النويز فاكتور بالموضوع؟ ما تنساش ان احنا كنا بنتكلم في الاول على الريسيفر سنسيتيفيتي صح الكلام؟ طيب طب تعالى بقى نربط الكلام ده بالريسيفر سنسيتيفيتي. انت عندك اي ريسيفر في الدنيا اول حاجه في انتنة هنا تمام وهنا في دايره ار اف دايره الار اف دي اللي بتشيل الديموديليشن بتاعك وبتطلع لك السيجنال هنا في مرحله البيس باند. حلو طيب اللي جاي لك هنا اسمه ايه؟ اسمه سي مينيموم اللي هو الكاير باور السيجنال متحمل على الكاير مقسومه على النويز باور ده السيجنال تو نويز ريشيو عند الانبوت بتاعك. في الخارج هنا بعد خارج الار اف هي السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت في الاوتبوت بعد الار اف بعد الايه بعد الار اف. فطبيعي جدا ان دايره الار اف دهيت لازم تضيف يعني لازم تجنريت نويز فلها نويز فاكتور زيها زي اي الكترونيك سيركت لها نويز فاكتور معين. وزي ما قلت لك كل ما النويز فاكتور ده هو تي ال كل ما تبقى الريسيفر بتاعك او السيركت نفسها ممتازه جدا. طيب يعني الشاهد في الكلام ان السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت هيبقى عباره عن ايه بقى؟ هيبقى عباره عن السي مينيمم على الان بالدي بي ماينس الايه؟ النويز فاكتور بالدي بي. ده اللي احنا قلناه. طيب يبقى انا دلوقتي هنرجع بقى لمعادله السنسيتيفيتي اللي احنا عملناها من الاول خالص. انا كنت قايل لك من الاول الايه؟ السنسيتيفيتي عباره عن ايه؟ عباره عن النويز باور بالدي بي ام وناقشنا النويز باور بالدي بي ام وعرفنا انها تعتمد على الباندويتس وتعتمد على التمبريتشر اللي احنا عملناه من شويه بلس السي مينيموم على الان بالدي بي. طب السي مينيموم على الان بالدي بي عباره عن ايه بقى؟
لسه من المعادله اللي احنا عملناها من شويه، خد دي كده من شويه، يبقى الفاكتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن السي او الاس ان اي اوتبوت بلس النويز فاكتور. القيمه ديت عباره عن الاس ان اي في الاوتبوت على الايه بلس النويز فاكتور. يبقى كده دي كده بلس النويز فاكتور بتاعي بلس الاس ان ار في الاوتبوت في مرحله البيس باند. هو ده الاكسبريشن بتاع السنسيتيفيتي اللي احنا عايزينه. تمام كده؟ تمام. طيب تعال نبص كده على الاكسبريشن ده، هنلاقي ان فيه ثلاثه تيرم. نشوف كل تيرم من دول يعني بيعتمد على ايه. احنا اتفقنا ان النويز باور اللي داخلالي بتعتمد على التمبريتشر وبتعتمد على الباندويث. تمام؟ فكل ما التمبريتشر بتاعتي يعني التمبريتشر يعني فاكتور احنا ما بندخلوش في الاعتبار قوي، لان احنا نفترض ان احنا بنشتغل عند روم تمبريتشر يعني. فالباندويث بتاعتي كل ما هزود باندويث كل ما هدخل نويز اكتر. تمام؟ كل ما هزود باندويث كل ما هدخل نويز اكتر. تمام. طيب هنا الاس ان اي في الاوتبوت دي تعتمد على ايه؟ يعني لو قلت مثلا اس ان اي في الاوتبوت ديت مثلا ايه 5 دي بي، او هقولها انها 10 دي بي. خد بالك دي مينيمم، دي المينيمم بتاعتك، لان انت كنا حاطين هنا الكاير تو نويز مينيمم، المينيمم كاير تو نويز ريشيو. فالاس ان اي اوتبوت دي الاس ان اي اوتبوت اللي هي المينيمم فاليو اللي تخليك تعمل ديكود للسيجنال بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتشتغل مثلا على مودوليشن، دي طبعا دي تعتمد على نوع المودوليشن اللي عندك، نوع المودوليشن اللي انت تستخدمه، ونوع الكودينج بتاعك. يعني لو انت مثلا مستخدم خلينا نقول 8 بي اس كي، تمام؟ انت بتستخدم ايه 8 بي اس كي، ده الكيرف بتاعك، ده البي اي ار، ده الايرور ريت بروبابيليتي، وده الاس ان ار اوتبوت. فانت بتقول والله انت اقل باور هتستخدمها، اقل سيجنال تو نويز ريشيو بكام عشان تديك اكسبتابل ليفل اوف كواليتي اوف سيرفيس. يعني انت عايز البي اي ار ديت او البيت ايرور ريت ده اقل حاجه، او بلاش اقل بقى، تبقى اعلى اسوا حاجه ممكنه انت ممكن تستحملها قد ايه؟ خلينا نقول مثلا احنا ممكن نستحمل لغايه 10 تو ماينس 3 مثلا، يعني دي اخري ما اقدرش استحمل اكتر من كده. فتبقى الاس ان ار اوتبوت بتاعي الاس ان اي هنا مثلا خلينا نقول مثلا يعني ب 5 دي بي. خلاص فتبقى ال 5 دي بي دهيت هي ده المينيمم بتاعتي. طب لو انا غيرت الموديليشن الرقم ده هيتغير، لان انا هبقى برضك انا ستيل عند ال 10 تو ماينس 3 از بيت ريت يعني. فلو غيرت الموديليشن القيمه دي هتتغير. فالشاهد في الامر ان القيمه بتاعت الاس ان اي اوتبوت بتعتمد على نوع الموديليشن ونوع الكودنج بتاعك. طبعا لو انا ضفت كودنج يعني معين هيغير طبعا في الايه في البيت اريت بتاعي. طيب خد بالك ان لا الباندويث ولا الاس ان اي دهيت بتعتمد على الجهاز نفسه از هاردوير. يعني فاكر انت الموضوع اللي انا قلت لك عليه في اول المحاضره، عندك جهاز A وجهاز B، تمام؟ ده السنسيتيفيتي بتاعته ماينس 10 دي بي ام، وده السنسيتيفيتي بتاعته ماينس 120 دي بي ام. تمام كده؟ ليه في فرق؟ الفرق هنا جاي منين؟ وهنفترض ان الاثنين لهم نفس الباندويث. طبعا انت بيشتغل مثلا على اجهزه الموبايل لها نفس الباندويث بتاعك، يعني مش ما بنغيرش في الباندويث. والاس ان ار اوتبوت المينيمم بتاعتك المفروض انها واحده، الموديليشن والكودنج ثابت. فايه اللي يفرق ايه عن بي؟ اللي يفرق ايه عن بي هو النويز فاكتور اللي معموله منه دايره الار اف بتاعت الجهاز ايه والجهاز بي. اللي هيفرق ما بين الجهازين دول في السنسيتيفيتي مين اللي هيفرق معاك؟ اللي هيفرق معاك الفاكتور ده اللي هو النويز فاكتور. واضح؟ اللي هو الدايره الالكترونيه اللي معمول منها الايه؟ الار اف سيركت بتاعك. طيب
عايزين نحلل المعادلة دي كده تحليل يعني دقيق شوية. هو انت عشان تزود السنسيتيفيتي محتاج تعمل ايه؟ يا اما تزود النويز، يا اما تزود النويز فاكتور، يا اما تزود الايه الاس ان ار اوتبوت، صح؟ المعادله بتقول لك كده يعني، واضحه واضح الكلام؟ يعني عشان احسن سنسيتيفيتي ازود السنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي تزيد الفاكتور ده لازم يزيد، او ده لازم يزيد وده لازم يزيد. طيب بس انا جيت قلت لك من شويه ان النويز فاكتور ده هيت كل ما هتقل كل ما يبقى احسن، كل ما هتقل كل ما هيبقى احسن، واخرها صفر، احسن قيمه لها هي صفر. طب هنا في تعارض ما بين الكلام وبعض. هل معقوله كل ما ازود نويز كل ما السنسيتيفيتي تبقى احسن؟ هل ده معقول يعني؟ طيب نفضل الاشكاليه دي ازاي؟ خد بالك الرقم ده هوت اللي هي النويز باور بتاعتك بالماينس، يعني ماينس مثلا 120 دي بي ام في الحدود ديت، او ماينس مثلا 100 دي بي ام، انا بتكلم على اجهزه الموبايل. تمام. النويز فاكتور بتاعك هنا كل ما يزيد، كل ما يزيد يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا لو هو بقى 5 طلع بقى 10، يبقى القيمه النهائيه هنا هتقل ولا هتزيد؟ هنا لو انت قلت مثلا ان هو بماينس 100 مثلا على سبيل المثال، وده ماينس 5، فهيديك السنسيتيفيتي بتاعتك ماينس 45، ماينس 95 اسف، ماينس 95. طيب لو هو بماينس 100 وحطيت الان فاكتور ب 10 يبقى هيديك ماينس 90. يبقى مين فيهم اللي احسن بقى، ماينس 95 دي بي ام ولا ماينس 90 دي بي ام؟ طبعا الافضل هو ماينس 95 دي بي ام، هو ده الافضل معك. فهنا كل ما هقلل النويز فاكتور يعني كل ما هحسن في السيركت بتاعت الار اف، كل ما ده هيحسن لي في الايه؟ في الريسيفر سنسيتيفيتي. اتمنى ان احنا نكون يعني غطينا موضوع الريسيفر سنسيتيفيتي ده يعني بشكل يعني تفصيلي عشان الناس تفهم، لان ده فاكتور مهم جدا، ومهم انك تقراه في كل الداتا شيت الخاصه بالاجهزه الالكترونيه اللي عندك، وكمان ده هتستخدمه في الديزاين بتاع الشبكه. لو انت بتصمم اي شبكه ار اف لازم تعرف الريسيفرز بتاعتك اقل كميه باور هتستخدمها قد ايه، لان دي اللي هي بناء عليها تحط انت الايه الترانسميت باور بتاعتك زي ما هنشوف بعد كده. انا عايزك كده معلش تتعب شويه وتدور على الانترنت وتشوف لي الريسيفر سنسيتيفيتي لنفس الجهاز، خد بالك نفس جهاز الموبايل هو هو، بس جهاز الموبايل ده فيه ثلاثه تكنولوجي شغالين مع بعض. في ممكن انت ممكن تستخدمه جهاز موبايل تعمل اتصالات من خلال الشبكات الخلويه لل تي اي والفايف والثري جي والكلام ده كله والفايف جي والكلام ده كله، وممكن تستخدمه از بلوتوث، وممكن تستخدمه كمان از ان ايه واي فاي. صح، احنا بندخل بيها على شبكات الواي فاي، بندخل بيها على البلوتوث، بنستعمله في المكالمات التليفونيه من خلال الايه الموبايل. عايزك تدخل تتعب شويه كده وتدور على الانترنت وتشوف لي السنسيتيفيتي بتاعت كل تكنولوجي من دول قد ايه. خد بالك على نفس الجهاز، احنا ما غيرناش الجهاز، بس دوائر الار اف بتاعتك والموديوليشن بتاعك اللي بيشتغل على الواي فاي مختلف عن البلوتوث، مختلف عن الايه الموبايل، وبالتالي كل تكنولوجي من دول لها سنسيتيفيتي. لو دورت شويه على الانترنت ممكن تجيب بعض الانفورميشن، بعض البراكتيكال انفورميشن اللي ممكن يعني تفيدك في ايه، في فهم الموضوع. اتمنى ان احنا نكون قلنا حاجه مفيده لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمه.